اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حصاد الاسبوع. اسبوعنا فيه نجاحات لا باس بها بصراحه. عوده المخطوفين من ليبيا النهارده، نجاح مفاوضات صندوق النقد الدولي وغيره. خلينا نسميه اسبوع النجاحات، بس في الاول كالعاده خلينا نشوف كبسوله الاسبوع. نبدا. تحرير 23 مصري من ليبيا وعودتهم الى مصر. إقراض مصر 12 مليار دولار بعد نجاح المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي. السيسي يتفقد مشروعات قومية ويحذر من التشكيك فيها في احتفالية مرور سنة أولى على القناة الجديدة. الحكومة توافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتوقف تصدير الرز. الإعلان عن الشرائح الجديدة للكهرباء لتحسين جودة الخدمة وتخفيف فاتورة الدعم. النائب العام يأمر بضبط وإحضار متهمين جدد في فساد توريد القمح بعد اتهامات باصطناع كشوف حصر وهمية. رئيس النواب يطالب أعضاء البرلمان بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة. والشيحي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والدراسة 24 سبتمبر. ومطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران بولندية منذ 10 أشهر. ومصر تودع عزويل بجنستين شعبية وعسكرية والجثمان يوارى الثرى، الله يرحمه. أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية تبدأ 23 من أغسطس وحتى 1 سبتمبر. وفي هذا الأسبوع أيضا بدء الأوكازيون الصيفي لجميع أنواع الملابس والسلع لمدة شهر. كمان منحة ب 2.5 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لمشروع الإسكان الاجتماعي. إقليميا، فيضانات بتجتاح السودان وتضرر 60,000 وب 13 ولاية، والسيسي يطمئن على الأشقاء هناك. أيضا إقليميا، جولة جديدة من مشاورات اليمن تنطلق بعد شهر. في العراق، بين العراق والأمم المتحدة مذكرة تفاهم لإشراك محققين دوليين في الفساد، والقضاء يغلق دعوة ضد مشبوري اللي هو رئيس البرلمان. كمان في سوريا، روسيا تعلن هدنة إنسانية في حلب 3 ساعات يوميا، والأمم المتحدة الهدنة غير كافية. وبعد القطيعة، أردوغان في موسكو وبوتين سنعيد العلاقات مع تركيا بشكل كامل. رياضيا، الزمالك البطل في كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، مبروك للزمالك. رياضيا كمان، حصاد ريو حتى الآن برونزيتين لسارة وإيهاب في رفع الأثقال.